صباح الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تسود نهار هذا اليوم أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية في المناطق الشمالية نسبة لهذا الوقت من العام. أما المناطق الشرقية من المملكة تسود فيها أجواء مغبرة تتدنى فيها مدى الرؤية الأفقية وبشكل أقل في العاصمة الرياض. أما درجات الحرارة العظمى في العاصمة الرياض اليوم تصل إلى 27 درجة مئوية وأجواء مغبرة. درجات الحرارة الملموسة تكون أقل من ذلك وتصل إلى 26 درجة مئوية ونسب الرطوبة تصل إلى 30%. أما سرعة الرياح تصل إلى 27 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى درجات الحرارة وتوقعات الطقس في المدن السعودية نهار هذا اليوم، ونبدأ من المناطق الشمالية. درجات الحرارة في سكاكا نهارا 24 ليلا 11، عرعر 23 ليلا 11، تبوك 25 ليلا 14، وأجواء مستقرة ومشمسة في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في المدينة المنورة نهارا 29 الصغرى 18، جدة 31 الصغرى 22، مكة المكرمة 37 والصغرى 24، والطائف 26 ليلا 14 درجة مئوية، وهناك أجواء غائمة جزئيا. أما درجات الحرارة في أبها نهارا تصل درجات الحرارة 23 ليلا 13، الباحة 22 ليلا 15، جازان 29 ليلا 14 درجة مئوية، وغيوم متفرقة في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في الدمام 29 نهارا الصغرى 15، حفر الباطن 24 والصغرى 12، والإحساء 29 ليلا الصغرى 15 درجة مئوية، وأجواء مغبرة تتدنى فيها مدى الرؤية الأفقية كما ذكرنا سابقا في المناطق الشرقية. أما درجات الحرارة في الرياض 27 ليلا 13، وبريدة 24 الصغرى 10، وحائل 21 ليلا 8 درجات مئوية، وهناك أجواء مشمسة في حائل ولكن أجواء مغبرة في كل من بريدة والرياض. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.